فيها على شويه حاجات ملهاش علاقه ببعضيها قوي، وتعتبر مراجعه للحاجات اللي احنا قلناها في السي ال اس. قلنا مثلا في سباينال كومبريشن، واحد عنده كومبريست سباينال كورد، حد يقدر يقول لي شويه اسباب؟ تيومرز. من كلمه تيومرز نقدر نقول التيومرز اللي في السباينال كورد طالعه منين؟ دي تبع السباينال كورد نفسه، تبع الفيرتبرال بودز البون، تبع المينينجيز، صح؟ وممكن من بره خالص، تيومر من بره خالص، مثلا يعني ساركوما، حاجه جايه من بره خالص، وممكن حاجه جايه من البلاط وراحت تقعد هنا، زي البلاط مالجنسي. كل دي يا عم طارق كلمه تيومرز بتاعتك. ايه كمان غير تيومر؟ سباينال كورد فيه كومبريشن، انضغط، اتقطع. فرق شباب. تروما. طب ما تدي نفس المفعول، التروما تدي نفس المفعول. ايه كمان؟ انيوريزم مثلا. انيوريزم مضغوط من بره بالبلاد فيسل، انيوريزم. كويس. ايه كمان؟ يعني هو ده بقى مش كومبريشن، هو ده ليجن. لو حصل سباينال ارتري اوكلوجن، كلام جميل، قطع البلاصة سبلاي للسباينال كورد. ايه كمان؟ في مرض مهم قوي او عيب او مرض مهم قوي يا اولاد، اللي هي الانفلاماتوري ليجنز. ومن الانفلاماتوري بقى تقدر تقول حاجات كتير، من اشهرها مثلا البوتس ديزيز، بون ديزيز، زي ماجتس ديزيز اوف ذا بون. دي تجميع، يعني الكلام لحد دلوقتي احنا ما قلناش حاجه عايزه تتفهم، ده كله تعديل، ان انت بتعدل انيوميريشن اوف كوزز وفي سباينال كورد ديزيز. دخلنا مع بعضنا في المرض ليشيا اكتر من كده بكتير، خدنا الترانسفيرس مايلايتس، قلنا الراجل اللي جاله انفكشن نتيجه مثلا ان هو اتعمل له سباينال انستيزيا والابره كانت ملوثه، ادي احد الاسباب. لما بيحصل سباينال كورد كومبريشن الاسباب اهي، وفي اكتر من كده بكتير. لما بيحصل سبايدر كورد كومبريشن او ليجن ايه اللي هيجرى؟ يعني ايه الكلينيكال بيكشر بتاعتك؟ يبقى هقول لحضرتك دي اكوردنج تو ليفل، صح الكلام؟ احنا الرسمه اللي احنا عدنا وزدنا فيها مليون مره، ادي كده مين؟ برين ستيم. نزلت انت بعد كده يا عبده على السبايدر كورد، اقول لي انت كاتب لي العنوان بتاعه بالاحمر. انا بقول لك في سبايدر كورد ليجن او كومبريشن، الكلينيكال بيكشر ايه؟ والله على حسب. لو قلنا لحد سي 5، لو انت قطعت فوق قطع كامل كامل، يبقى انت قطعت البرامدل اللي هنا والبرامدل اللي هنا، يبقى دي اسمها الكوادري بليجيا. يعني ايه كوادري بليجيا؟ شلل رباعي. يعني ايه؟ يعني السبايدر كورد اللي انا ماشي فيه برامدل اللي هنا برامدل هنا، الاثنين اتقطعوا. طب ولو على ناحيه واحده؟ على ناحيه واحده وما كملش، يبقى هيمي بليجيا، كومبليت هيمي بليجيا، صح الكلام؟ طيب ايه رايك لو نزلت ليك شويه؟ يعني نزلت تحت السي 5. تحت السي 5 يعني البريكال بلكسس بتاعه الابر ليمب عدت، صح الكلام؟ يبقى انت بتتكلم في حاجه اسمها ايه؟ بارا بليجيا. طب فصص لي اكتر شويه، عرفني وراجع لي يعني ايه البارا بليجيا لما تحصل هنا؟ والله هقول لك اد سايت اوف ليجن، عند السايت اوف ليجن يبقى في لور موتور نيورون ليجن. يعني ايه؟ يعني حته المسلز اللي بتتغذى بالانتيريور هورن سيل اللي موجوده في الحته دي، الانتيريور هورن سيل بتاعتها اتضربت باظت، هيبقى لور موتور نيورون ليجن. طب وكل اللي تحت منها هتبقى ابر موتور نيورون ليجن. ليه؟ ساعتك قطعت البيراميدال تراكت اللي نازل يغذي كل الانتيريور هورن سيلز دول. طب ما تيجي نتكلم على السنسيشن. والله ات ذا سايت اوف ليجن لوست اول سنسيشن. طب ليه بقى؟ والله مش قلنا كل السنسيشن بتتجمع وبعدين تعمل ريلي هنا في الدورس ابوك جنبي، وبعدين تبقى تخش من البوستيريور هورن بتاع السباينال كورد سيجمنت، يا سيدي الدورس ابوك جنبي يلا بخ باظت. كل السنسيشن اللي جايه سوبرفيشال وديب وبتاع
كله لوست، لوست اول سنسيشن. طب وتحت منك اخبارك ايه؟ تحت مني عندي اللي بيسمى سنسوري ليفل. ده الكلام ده في حاله ان انا قطعت كومبليت ترانسيكشن، او ان الكومبريشن قطع الناحيتين هنا وهنا. طب على ناحيه واحده؟ لا بقى راجع براون سيكار سندروم. فاكر براون سيكار سندروم؟ اللي كانت بتعتمد فكرتها على ايه؟ ارجع لك كمان مره، قلت لك ان انت بعد ما بتعمل ريلي هنا في الدورس الروجاني وبتخش عندك حاجتين، يا اما بتطلع زي ما انت كده يا اما بتعدي الناحيه الثانيه. حصل الكلام؟ مين بيعدي الناحيه الثانيه؟ البيرو تمبريتشر. مين بيطلع على ابوه كده زي ما هو؟ ماشي يا ولاد؟ يبقى الدرس اللي مكتوب ممكن يكون مكتوب في ورقنا في صوره سباينال كورد كومبريشن، اظن انت خدت قبله كذا مره في البارا بليش. ادي توبيك خلص. طيب عندنا حته ثانيه اسمها ترانزيان سكيميك اتاكس، وحته رابعه اسمها البرين تيومرز. انا مش هشرح دول غير لما اديك هنت صغيره كده عن السيريبرال كورتكس بتاعنا. ده اللاترال سيرفيس بتاع السيريبرال كورتكس، وده الميديا سيرفيس بتاع نفس السيريبرال كورتكس، وده الكوربس كالوزا اللي كان بيسال عليه. لو قلنا كده ان ده لاترال سيرفيس وان ده ميديال سيرفيس، عايز اديك فكره عن اهم المناطق. اولا انت عندك شق كده سلكس كده اهو، وعندك شق تاني عامل كده اهو، وعندك شق تالت كده اهو. دول كده قسمهولك السيريبرال كورتكس لاربعه لوبيوز او لوبس. القدامانيه دي اسمها ايه؟ فرونتال. ده كلام جميل. طب ودي اسمها ايه؟ ها؟ صح باريتال. طب ودي اسمها ايه؟ دي ايه؟ الصدر التمبورال. طب ودي اسمها ايه اللي ورا دي؟ الاوكسيبيتال. كلام جميل. طيب ونفس الحكايه تنطبق على اللي جوه، مفيش مشكله. قول لي بقى اهم الاماكن الحيويه في الحاجات دي. احنا كنا قلنا ان انا عندي هنا موتور ارياز، دول مهمين جدا. احنا قلنا موتور اريا 4 هنا، وفي الموتور اريا 6 اللي بيسموها بري موتور اريا، ودي فيها بيراميدال واكسترا بيراميدال، انما اربعه دي اساس البيراميدال. طيب عشرة الله ورا منهم هنا كده يا اولاد السنسوري اريا اللي بتسمى واحد واثنين وثلاثه، ودي مسؤوله عن السنسيشن. ده كلام جميل. الفرونتال لوب الجزء الامامي منها ده اللي مسؤول عن ايه؟ اخبار المنتاليتي. ايه اخبار البيرسوناليتي؟ والعيال دول جايين علينا. في واحد بس دخل السنتر صح؟ واحد بس محمد.
احمد ازاي؟ بقول لك هو في درس دراسات دلوقتي استاذ سحر. انا رحت السنتر فوجئت بقى العيال طالعه نازله درس دراسات درس دراسات. هو في حاجه اسمها كده ولا مش العيال دي؟ يعني اكرشهم لما بعدهم امتى؟ طيب بس عمالين يعملوا ده مش وانا عمال ازعق لهم فانت استعجل يعني. ماشي استعجل يعني. هو يجي سيطر. هو يجي سيطر. نظلم يا هاي الصورة كفتة. أنا استنى بس أنا هيل. أنا يشوف بلا يملة. حد دوارة. حد دوارة. كان يموت بعد دوارة. وميزته ان ده صوت فلان الفلاني اللي انتوا عارفينه منين؟
من 22 دي اسمها الاوديتوري اسوشيتيف اريا، انما الاوديتوري سنسوري اللي بتستقبل بيها الشيء هي 42 و41. وطبعا ما ننساش ان في هنا الهيبوكامبس والانكس. الانكس ده بتاع حاسه اللي هي اولاد بتاع حاسه الشم. طب تتفضل احنا اتفضلوا جوه كده مش الكلام مش عارف منكم كلام هي طبعا اتفضل. دي اهم المناطق يا جماعه. طبعا في مناطق اخرى كتيره جدا جدا جدا، انما دي اهم المناطق اللي لازم نبقى فاهمينها وعارفينها. طيب المناطق الصفائي بقى للبرين ده بيتم ازاي؟ والله شوف يا سيدي، اذا كان ده الميديان سيرفيس بتاعك وده اللاترال سيرفيس نقسمه كمان مره بالمنظر ده اهوت، وزي ما قلنا هو متقسم فعليا للاشكال اللي انت شايفها اللي هي البلاس سبلاي بتاعك بيعتمد على تو سيستمز اوف بلاس سبلاي. السيستم الاولاني جاي من الكارودد ارتري. الكاروتيد ارتري هيتقسم الى قسمين كبار، واحد اسمه الميدل سيريبرال ارتري وواحد اسمه الانتيريور سيريبرال ارتري. الميدل سيريبرال ارتري بيغذي ايه والانتيرو سيريبرال ارتري بيغذي ايه؟ ده اللي انا عايزه منه. بص يا سيدي انت شايف ده؟ انت هتاخد الربع الفوهالي ده كده. الربع ده كله المناطق ده. ده مش تبعك. مش تبع الميدل سيريبرال ارتري. مش تبعك. امال تبع مين؟ تبع حاجه ثانيه. الميدل سيريبرال ارتري بيغذي المنطقه دي كلها المظلمه دي، كل المظلم ده تبع الميدل سيريبرال مين؟ ده كلام جميل. طب ما انا المنقط ده تبع مين؟ المنقط ده بقى وبرضه عندنا المنطقه دي مش تبعنا. المنقط ده بقى تبع اخينا اللي اسمه الانتيريور سيريبرال ارتري. ده كلام جميل جدا. الكوربس كالوزا والحكايه كلها. ده كلام رائع. حتى توجيه الميديال سيرفيس بقول عليه صار؟ لا انا ده اللاترال. ده اللاترال. انا خدت كل اللاترال ما عدا الربع الفوقاني مش تبعي. تبع مين؟ تبع اللي بياخد اللي جوه. مين اللي بياخد جوه؟ انا كده قلبت لك ده كده اهو. انا خدت ده قلبته لك كده. يبقى تبع مين؟ الانتيرو سيريبرال مين؟ ده كلام جميل. ده السيستم الاولاني. شوف بقى السيستم الثاني. السيستم الثاني اسمه الفيرتيبرو بازيلر ارتري، وده عامل ازاي؟ عامل كده زي ما هوريه لك. ده اللي اسمه البازيلر ارتري، ودول الاثنين فيرتيبرال ارتريز. يا
كلامنا مين؟ كلامنا فين بقى؟ الخط ده ماشي فين؟ الخط ده ماشي كده يا جماعه. ادي فيرتبرال ارتري، فيرتبرال ارتري الاثنين هيجتمعوا هنا عشان يعملوا الباسيلر ارتري، واضح الكلام؟ الباسيلر ارتري بعد كده يدينا بوستيريور سيريبرال ارتري هنا وهنا، يبقى ده اللي اسمه البوستيريور سيريبرال، وده البوستيريور ده سيريبرال الثاني. البوستيريور ده برانش يمين من البزلر، البوستيريور ده برانش يمين من البزلر اللي اتجمع من مين؟ من الفيرتبرا. انت عارف المكان ده فين قلنا؟ المكان ده هنا اهو. طب هنا هو هيعمل ايه يعني؟ والله انت نايم نوم على ايه ده؟ ده البرين ستيم. طب ومين عندك من بره البرين ستيم عامل كده؟ يا سلام، يبقى انت بتغذي السيربيلا، بتغذي البرين ستيم، وما تنساش ان في البرين ستيم عند حضرتك الكرينيال نيرف مين؟ نيوكلياي، وماشي عندك التراكتس المهمه قوي بقى اللي نازله من فوق لتحت، الشخبطه اللي احنا شخبطناها بقى قبل كده. البوستيريور سيربرال ارتري على الناحيتين. هيتصل البوستيريور سيريبرال ارتري بالكوميونيكيتنج ارتريز اللي جايه منين؟ اللي جايه من الكاروتيد سيستم، والسيركل دي يا اولاد اللي اسمها السيركل اوف ويلز. اذا السيركل اوف ويلز دي عباره عن ايه؟ دي قنوات بتصل الفيرتيبرو بازلر سيستم من ورا بالكاروتيد سيستم من قدام. ده كلام رائع. الفيرتيبرو بازلر سيستم يقع انها بتغذيه البرين ستيم كويس، السيرفيلا كويس، الحته الورانيه اللي احنا ما خدناهاش لا تبع ده ولا تبع ده اللي هي مين؟ الاوكسيبيتال. ده كلام رائع جدا. ده اللي انا محتاجه منك دلوقتي. التفاصيل التفاصيل انا مش عايزها. يعني ايه؟ يعني هرجع اقول لك البوستيريور سيريبرال ارتري والميدل سيريبرال ارتري والانتيريور سيريبرال ارتري، الثلاثه مشاركين في تغذيه الانترنال كبسول. ايه الانترنال كبسول ده؟ العداد. الانترنال كبسول ده انتيريور ليمب وبوستيريور ليمب، الركبه في النص، جزء امامي وجزء خلفي وبتاع. انا مش عايز الكلام ده في حضرتك. اقصد ان في تفاصيل اكتر، انما البركه في اللي انا عايز اقوله ده، وده مش موجود في الكتب بتاعتنا ولا في الورق بتاعنا. انما انت دلوقتي فهمت التغذيه الدمويه لايه؟ للبرين بتاع حضرتك. سؤال بقى صغير، لو قلت لك دلوقتي درس اسمه ترانزيانت اسكيميك اتاكس تي اي اي، يعني ايه؟ دول ناس بري اثيرو سكليروتيك ايفنت. يعني ايه؟ يعني دي بتبقى رحمه من ربنا ان حد يجيله ترانزيانت اسكيميك اتاك ويقع فيه الدكتور شاطر يقوم يقول له تعالى نعمل انفستيجيشن، ده انت هتخش في ستروك، ده انت هتخش في مشكله دمويه متعلقه بالمخ. ترانزيانت اسكيميك اتاك واضح من اسمها ترانزيانت، وهي اسكيميك يعني المصه اللايف اقل، ودي اتاك يعني هتمشي. تعرفها اقل من 24 ساعه يحصل ريفرسال للديفيسيت اللي موجود. اديني امثله عين. ايه رايك لو حصل ترانزيانت اوكلوجن في الفيرتبرو بازلر ارتري؟ يلا يا عم، مش انت عارف هو بيغذي ايه دلوقتي؟ قول لي بقى، لو حصل ترانزيانت اوكلوجن نتيجه ان في اثروسكليروزس وجت ثرومبه الصغيره كده وقفت قفلت الدنيا شويه وبعد كده طيار الدم كسحها، لما ده يتقفل مؤقتا العيان ده يشتكي بايه؟ والله انا شايف في سيربيلا فيروس. يشتكي بايه؟ باتاكسيا، صح؟ يشتكي بنوع معين من السبيتش اسمه ايه؟ استكادو سبيتش. يشتكي بكرينيال نيرف ليجنز. يشتكي ببرين ستيم سندروم. ممكن يجي بكروست هيميبليجيا. ممكن يجي بالفيرتايجو، ده مهم جدا جدا. ممكن يجي بافيزيا، ممكن يجي بمضله اوبلونجاتا ليجن. انا اقصد ايه؟ انت كده فاهم ده يجي بيه.
مش منطقي خالص ان انت تقول لي فيرتبرو بازلر ارتري اوكلوجن او فيرتبرو بازلر ارتري ترانزيت اسكيميك اتاك وتقول لي ده هيجي له كابسولار ايبليجن منين؟ ده هيجي له سنسوري لوس ليه؟ بتاع ايه؟ ما انت عارف الحاجات دي منين؟ ما تقوليش ان هو هيفقد القدره على القراءه مثلا. ايه اللي جاب ده لده؟ ملوش دعوه. مش هيشوف لان ده بتاع الاوكسيديتال لون اصدقك. طب لو حصل ترانزيت سكيميك اتاك في الكاروتيد سيستم ايه اللي يجرى بقى؟ كل حاجه ثانيه، يعني اخيرا ممكن يجي له باراليسيس، هيبيبليجيا، بارابليجيا، كوادربليجيا على حسب البرانش اللي اتقفل، وهيجي له سنسوري لص، هيجي له افيزيا، هيجي له اليبسيا، مش هيقدر يجمع الحركات مع بعضها، هتحس ان هو تايه مع بعضيه، ليه؟ لان الايدياز ما بقتش شغاله. اخيرا دوت هيفقد حاسه الشم، اخيرا دوت هيحصل له لوس اوف هيرنج. اخيرا ده اهم حاجه اهم حاجه اهم حاجه الفرونتال لوب بتاعت المنتاليتي والبرسوناليتي ممكن تختلف، يعني ايه؟ تبص تلاقيه لما مؤاخذه قلع هدومه وبيصير قصاد الناس. مش مدرك ان ده حمام، مش حمام، ما هي البرسوناليتي والمنتاليتي بخ. يبقى الكاروتيد سيستم ليه حتت والفيرتبرو بازلر سيستم ليه حتت مين؟ تانية. انا بحب اقولها ازاي؟ الفيرتبرو بازلر سيستم ماسك البرين ستيم، الكرينيال نير، السيربيلا، الاوكسيبيتال لوب، والباقي كله تبع الكاروتيد. سهل الكلام؟ وانت من المنهج اللي شرحناه مع بعضنا عارف ان السيربيلر ليجن بيجي للاتاكسيا وازاي وتشرحها وتفهمها وتعمل لها اكزامينيشن، عارف الكرينيال نير، عارف البرين ستيم، عارف الكروس ديبليجيا، عارف دلوقتي في الاوكسيبيتال اريا دي اللي فيها الفيجن. لا ولا اي حاجه، خلاص ربع ساعه. شكرا يا احمد، شكرا يا احمد. خلاص يا ولاد، يبقى دي النقطة الأولانية، ترانزيت اسكيميك اتاك، هاو تو ايفالويت أولا باي اكزامينيشن. أنا هكشف على العيان وأشوف المشاكل اللي عنده تبع الأتاكسيا والفيرتايجو واللوس أوف فيجن والكلام ده، ولا تبع موتور وسنسوري وبيرسوناليتي ومنتاليتي، هعرف هو كده ولا كده. دي حاجة. الحاجة الثانية، ده ترانزيت اسكيميك اتاك يعني فالنرابل قوي، برون قوي، هيحصل له اوكلوجن. وساعتها بقى مش هيبقى ترانزيت ولا اتاك، ده هيبقى بيرمننت فاسكولار ليجن، وده بقى اللي مكتوب في ورقنا في صوره سيريبرو فاسكولار ستروك. اعمل فيه ايه يعني؟ هتاخده هتعمل له كاروتيد دوبلكس او فيرتبرو بازلر دوبلكس، ماشي. هتدور على اسباب الاسكيميك اتاكس دي، يعني هتعمل له ليبيد بروفايل، هتقيس له السكر، هتقيس له السيرام يوريك اسيد، هتشوف البودي ويت بتاعه، هتقيم الايج بتاعه، هتعرف العيان ده هو ايه الريسك فاكتورز وتبتدي تعالجها. ليه؟ عشان ما يقلبش من ترانزيت اسكيميك اتاك الى سيريبرو فاسكولار ستروكس. واضح يا ولاد؟ نقطه ثانيه عبيطه كده، برين تيومر يعني. يلا يا ست، هو برين تيومر عبيط؟ طبعا عبيط. ايه برين تيومر يعني؟ لما اقول لك تعالى نتكلم على حاجه اسمها برين تيومرز، انواعها، لا اي حاجه ماشيه في البرين بقى واقلب منها تيومر. يعني ايه؟ يعني مننجيوما تنفع، هيمانجيوما تنفع، بول تيومر مش في سكالا هي ولا ايه؟ ينفع، مش عارف ايه؟ ينفع، ميدانو بلاستوما تنفع، كل حاجه ماشيه تنفع يجي منها تيومر حطها، صح؟ وده حتى مش موجود في الكتب بتاعتنا اللي في ايدينا، لان ده يعني ان انت تقول لي ايه الانواع والسيل اوف اوريجن ده يعني زياده شويه. عايزك تقول لي بقى ايه الكلينيكال بيكشر لما يجي بني ادم وبيشتكي ببرين تيومر، يا ترى ايه الكلينيكال بيكشر بتاعه؟ ايبيليبسي. ايبيليبسي صح. ايه كمان؟ هيدك. انكريز انترا كرينيال تنشن بقى. يعني انت ما تقوليش ده هيدك وخلاص، ده انت كده اختصرته قوي. اقول لك انترا كرينيال ايه؟ تنشن زياده. وبعدين بقى اروح اسالك هو ايه علامات الانكريز دي انترا كرينيال تنشن؟ احتمال العيان ده يجي لك بلوكالايزنج ساينز،
هنفهمها دي يعني ايه؟ احتمال يجي لك بفولز لوكالايزنج هنعرفها برضه سايز ده كلام جميل قوي. احتمال يجي لك بمينينجيال اريتيشن وده نادر قوي وبيتكتب في الاخر عشان بس ما نخشش على حاجات تانية. طب واحدة واحدة انكريز انترا كرينيال تنشن يلا يا عم الهيرك اوصف لي الهيرك يلا اوصف لي الهيرك لا اوصف هو انا عايز الهيرك بتاع انكريز انترا كرينيال تنشن سيفير روعه وقته زي برونكيال ازمة في نهاية الليل ويصحي العيان بالنوم معاه بروجكتايل فوميتنج يستريح بعد ما العيان يرجع. لا انا ما بقولكش فين الله اعلم فين هو بيجي في البرين كله في المخ كله لان انكريز انترا كرينيال تنشن يبقى دي انكريز انترا كرينيال تنشن. حط عليها لما بيزيد الضغط في السائل المخي بيضغط البيتاكسس لا لا بيضغط على الفازو موتور سنتر يوم يعمل برادي كارديو ويعمل هايبر تنشن. الكلام ده احنا قايلينه قبل كده كريز انتروكرينيال تنشن بيعمل برادي كارديا ويعمل هايبر تنشن بالاضافه للفوميتنج بالاضافه لمين؟ للهيبنج. اكتشفه انا ازاي؟ ما يمكن عندي فابريك خلاص اعمل فندس واتفرج على البابيلي ديما. واضح يا اولاد؟ ادي كريز انتروكرينيال تنشن. ايه بقى الميكانيزنج ديزاينز؟ لا تعالى لي بقى مش انت خدت المقدمه دي؟ اه يلا يا عم فرونت لوب تيومر يلا اعمل حاجه يحصل ايه؟ بسيطه منتاليتي وبرسوناليتي تشينجز. بص تلاقيه بدا يتصرف التصرفات الغريبه بقى بني ادم غير اللي احنا نعرفه. قلع هدوم في الشارع مثلا يعني لقيناه عامل الحمام في السرير بنتكلم معاه راح سايبنا وراح ماشي ابنه بيكلمه راح مديله في عينه مسك السكينه وعور نفسه. حاجات غريبه بقى ما هي منتاليتي وبرسوناليتي. يبقى ده لوكالايزنج ديزاين ان البرين تيومر ده فين يا ادي عماره؟ في الفرونتال لوب. طب كمل لي يا عم عن الفرونتال لوب. الفرونتال لوب فيها حته مهمه قوي قدام هنا كده البارا سنترال فيروس متحكمه في السفنكترز. اظن اخينا ده هيفقد التحكم في البول وفي البراز كمان غير انه هيعملهم في اي حته ده هيفقد كمان التحكم فيهم. اخينا بتاع الفرونتال لوب مش هيعرف يتكلم ولا هيعرف يكتب. صح الكلام؟ طيب يبقى اذا الحاجات دي كلها اسمها لوكالايزنج سايت. على عكس واحد تاني جاله برين تيومر بس في الاوكسيبيتال لوب يلا اعمل حاجه. اولا ممكن يشوف الحاجه وما يبقاش عارفها. ده فيجوال اسوشيتيف اريا 18 و19 او يفقد البصر يبقى دي 17 بقى السنسوري اريا بتاعت الفيجن باظت. يبقى دي يا اولاد اللي اسمها الترو لوكالايزنج ساينز اللي بتقول لك العيان ده البرين تيومر بتاعه في الحته الفلانيه. تمام؟ امال ايه بقى ننط على الفولز لوكالايزنج ساينز دي يعني ايه؟ احنا قلنا في كرينيال نيرف صايع اللي كان امبارح بيلف في كل حته المراجعه. 6 كرينيال نيرف مثلا. ال 6 كرينيال نيرف ده بيلف طويل قوي. لما يجي لك بني ادم وهو عنده كونفرجنت سكوينت على الناحيه دي كده ما تقوليش اه ده عنده برين تيومر السيريبيلو موتاين انجل اللي طالع منها سته. لا ما هو سته ده بيلف في كل حته بيلف طويل قوي. يبقى انت ما تعتبرش ان ال 6 كرينيال نيرف بولسي ده لوكالايزنج سايد ده فولس لوكالايزنج سايد. الهيدك الهيدك تعتبره فولس لوكالايزنج ساين. العام بيقول لك الحته دي وجعاني بس مش معناها ان التيومر هنا. اتفقنا يا جماعه؟ طيب الابيليبسي يعني ايه ابيليبسي؟ يلا يا عم فيتس يعني ايه؟ والله ده بقى موتور او سنسوري سوماتيك يعني او اوتونوميك او سايكوجينيك سايكيك ديستربنس ومعاها اي اي جي تشينجز ممكن او لا لوس اوف كونشسنس. مش هو ده تعريف الابيليبسي يا جماعه؟ الابيليبسي اسبابه ايه؟ فاكرين؟ كنا قلنا ان في هيديو باسيك جراند مال وتي مال ومايو كلونيك وفي
سيمتوماتيك. السيمتوماتيك نوعين، حاجه لوكالايزد في البرين وحاجه جنرالايزد زي الكالسيوم والصوديوم ميتابوليك ديس اوردر ومش عارف ايه. اللوكالايزد في البرين نمره واحد فيها التيومر، برين تيومر. وساعتها بقى اقول لك تعالى لي الايبيليبسي ده هيبقى فين؟ والله على حسب. تعالى لي بقى، هتجي لك بني ادم وعنده تيومر في التمبورال لوب، والتيومر اول ما بيعمل اريتيشن، وبعد كده لوس اوف فانكشن زي البريفرال نيرف لما بيحصل نيوروباثي تثبيل، وبعد كده ما يحسش. طب يلا بقى تعالى لي على التمبورال لوب واعمل لي اريتيشن، وبعد كده اعمل لي لوس. يلا اريتيشن، الراجل ده هيشم ايه؟ لا ولا حاجه، يبقى بص باروزبيا، هيشم حاجات مش موجوده. الريتيشن اسمها باروزبيا، خدناها امبارح. يقول لك ايه ده؟ ده ريحه مجالي ضربه، مفيش اي حاجه. انا شايف ريحه كوارع، مفيش اي حاجه. ده هلوسينيشن، ده الموضوع عنده خربان خالص، ده الريتيشن هنا. طب يلا الريتيشن هنا، انت سامع ان انا سامعه؟ ايه؟ ده في واحد بيصفر بره. ما احنا قلنا الريتيشن بقى هيسمع حاجات مش موجوده. وممكن يسمع صوت عبد الحليم حافظ وكانه حمار بينعر، والعكس عادي جدا. ما هو الريتيشن بقى هالوسينيشن، اوديتوري هالوسينيشن. والمود والميموري بتاعه اللي هم برضه في التمبورال اريا ممكن يختلفوا. بص ليه عمال لي حاجات لسه حصلت مش فاكرها، او حاجه حصلت من زمان وفاكر انها حصلت دلوقتي، ده الريتيشن. طب وايه رايك بقى لما يحصل كومبليت ديستراكشن للاريا اللي هي خلاص كده؟ ده مش هيسمع حاجه ومش هيشم حاجه ومش هيفتكر حاجه. يبقى ده اللي اسمه الايبيليبسي. الايبيليبسي هنا بتاع الريتيشن، لما يشم حاجه مش موجوده، لما يسمع حاجه مش موجوده، لما يتخيل حاجه مش موجوده. الحاجات دي كلها اسمها تمبورال لوب. مين؟ طب ايه رايك لو جه الايبيليبسي في الحته دي؟ الجاكسونيان فيت حصل له بقى، حصل له بقى الحاجات اللي بتترعش لوحدها والكونتراكشن لوحدها وتفك. ما هو ده الابيليبس، بس لوكالايزد في انهي حته في المخ؟ انهي حته في المخ تعمل الحركات دي يا جماعه؟ اربعه وسته. يبقى اذا الابيليبسي اكوردنج تو ذا سايد اوف ذا برين تيومر. بالانجلتيشن ما بنحبش نشرحها قوي، لان معظم المبتحنين عايزين يحفظوك المينينجال اريتيشن دي بتيجي في مينينجايتس وسب اركنويد هيموريدج وبس. انما طبعا مع البرين تيو دي حاجه معروفه. طيب سؤال بقى العباره، تعمل ايه انفستيجيشن لواحد جاله برين تيو؟ سيتي سكان. نمره واحد سي تي سكان، نمره اثنين سي تي سكان، نمره ثلاثه سي تي سكان، نمره اربعه ايه المقربات؟ طب شوف لي حاجه ثانيه. دوبلر. شوف لي حاجه ثانيه. خلاص هات له سي اس اف. شوف لي حاجه ارخص، اعمل له برين اكس راي او برين اكس راي سكان. لا ده انا عايز حاجه ادفانسد قوي، شوف بقى اللي انا عباره. اعمل له انجيوجرافي. عايز حاجه اعلى من كده؟ اعمل له راديو ايزوتوبيك سكان. يعني ايه؟ اشوف البرين البلاس سبلاي بتاعه كتير فين اكتر من الطبيعي، ويبقى ده اللي فيه التيومر. معايا يا جماعه؟ اعمل له راديو ايزوتوبيك سكان بموليكيولز معينه او باتومز معينه بتترسب في اماكن المخ المعينه، وشوف هي بتترسب زياده عن اللزوم ولا لا. طب انا عملت الكلام ده كله هعالجه ازاي؟ والله عندك علاجات كتيره قوي. زمان كان السيرجن بس، دلوقتي في حاجات كتير قوي قوي. ممكن تستخدم الليزر، ممكن تفتت الخلايا دي، ممكن تحرقها، ممكن تقفل الارتري بتاعها وبالتالي تقطع عندها الدم والاكسجين تموت، وحاجات تانية كتير. في بعض الانواع اكتشفوا لها كيمو ثيرابي زي الفل، في بعض الحاجات قال لك لا راديو ثيرابي زي الفل، وهكذا. يعني مش موضوعنا او نوع الدرس فيه، اتفقنا يا جماعه؟ طيب بقى عندك حل، انت راجل دلوقتي بتاع بره مش بتاع جراحه، مش بتاع جراحه اورام، عندك حل تقدر تنزل بيه الانتر كرينيال تنشن لحد ما نعمل له عمليه ولا نعمل له راديو ثيرابي ولا كيمو ثيرابي؟ ازاي انزل الانتر كرينيال تنشن؟ خليه يرجع كل شويه، الله حاجه جميله. اديله دايوريتكس اسيد، اديله جلوكوز، اديله مانديتول، اديله كورتيكو ستيرويدز، الحاجات دي كلها بتقلل الانتر كرينيال ايه؟ تنشن.
بتقلل التنشن جوه المخ وبالتالي الفوميتنج والصداع يهدوا اكتر شويه. نعم؟ اسبيريشن فيه مشاكل كتير. لو زياده قوي انتراكرينيال تنشن وانت عملت اسبيريشن بقى هيرنيشن. ادي مشكله. المشكله الثانيه انت ممكن تخش تعمل له انفكشن وتخش بقى ساعتها في المنجايتس والفولم اللي هو بيموت. تيجي انت تموته سيب. الله يعينك. طبعا في الحالات دي بندي بين كده بس في بعض الاحوال بيبقى البين شديد جدا جدا ممكن تدي مورفين و و و وما الى ذلك. كده احنا تقريبا مفيش حاجه ما قلناهاش اللي ليه لازمه واللي ملوش لازمه كمان. انت فاهم يا جماعه؟ اهم حاجه وانت بتذاكر السي ان اس تروح واخده على بعضيه. يعني ايه؟ وانت بتذاكر كارديو فاسكولار سيستم ممكن تذاكر درسين تزهق تقلب على حاجه ثانيه وتبقى ترجع تاني. انما النيورولوجي بتاع طالب صاحب النفس الطويل. عايز النيورولوجي خدها يا حبيب قلبي على بعضيه. ما ينفعش تاخد حته وتمشي وبعدين ترجع تاخد تاني، هتحس بيك من الاول. الكارديولوجي مش كده، خد انفكتيف اندوكارديتس لوحديها وبعد كده ازهق. وبعد كده خد روماتيك فيفر وبعد كده ازهق. وبعد كده خد مش عارف ايه وبعد كده ازهق براحتك. السي ام دي اس هتقعد عليه تخلصه على بعضيه. انت فاهم يا جماعه؟ طبعا محاضره النهارده ما فيهاش حاجه تقريبا ليها اهميه. كل المهم اتقال فيما سبق. لا بس موجود عندنا ممكن يجي ام سي كيو. نظام امتحاناتكم في ليبيا نظام محترم مش ممكن ما تعرفه عنه. سهل قوي يقول لك الام سي كيو فيرتبرو بازلر انسفشنسي بريزنتد باي ذا فولوينج اكسبت ويجيب لك الحاجات دي ويروح مدخل لك حاجه مؤذيه مثلا. يبقى انت كده انت فاهم ايه اللي موجود. انت فاهم ده؟ والورق اللي انا هديه لكم دلوقتي هو ورق فيه اكتر شويه من اللي احنا قلناه ده عشان كده هكتب لك على جزء منه قراءه. يعني ما تقعدش تحفظ ده انت تقرا بس. انما الكلام ده عشان ام سي كيو انما مش تحفظ مش تقعد تحفظ. اتفقنا؟ الافكار العامه اهي اللي انت سمعتها دلوقتي. ماشي يا جماعه؟ يلا ان شاء الله نكون مقاطعه.